نبدأ مع بعض. أول حاجة تبقى الجريتينجز، إزاي أعمل التحية. طبعا الرسمي أوي إن أول دير، دير مستر، دير مس، مسز، دير دكتور، دير فايس بريزيدنت، أيا كان الشخص. طبعا دي الفورماليتي بتاعتها عالية، يعني رسمية أوي. أو ممكن كمان باسم الشخص، دير واسمه بعدين كوما. إذا أنا مش عارف أنا ببعت لمين أو اسمه، ممكن أقول to whom it may concern، من يهم الأمر. زي ما قلنا ده فورمال أوي. ممكن شوية أقول هلو عليه، ممكن هاي، أو طبعا غير رسمي خالص إن أقول هي. فدي greetings، تختار اللي تناسبك فيهم. دير قلنا دي بتبقى رسمية شوية، دير والتايتل بتاعه، أو to whom it may concern، أو بعد كده الأقل في الـ formality، يعني أقول hello أو hi أو hey. بعدين أنا لو عايز أعمل مقدمة تكون friendly، ودية يعني مش رسمية أو، بس تقدر تستخدمها كمان. أقول له I hope you are doing well، I hope you are doing well، أتمنى إنك تكون كويس يعني. بعدين ممكن إذا حابب تعرف نفسك تقول I am from، واسمك from مثلا السيلز ديبارتمنت في شركة كذا، أو أيام المهم إن أنت بتذكر الاسم وأنت منين. إذا أنت حابب تقدم نفسك إذا أول مرة بتبعت له خالص أو أول مرة بتكلمه خالص، ديت يعني مقدمة ودية قلنا فريندلي. أنا بقى عايز أتكلم في الموضوع، أقدم أعمل إنترودكشن للتوبيك بتاعي أو إنفورميشن. أدخل في الموضوع. I'm writing to you in reference to، يعني بكتب لك بالإشارة لكذا، أو regarding كذا، بخصوص كذا. هنا I am writing to you in reference to، وأكتب الموضوع اللي أنا بتكلم عليه. أو يعني مثلا مثال I am writing to you to ask if you will be interested in attending، يعني حضور. I am writing to you، بكتب لك، to ask، بسأل يعني إذا أنت if you will be interested، إذا أنت مهتم بحضور. وأكتب مثلا الإيفنت أو الحاجة اللي أنا بسأله يحضرها يعني. يبقى أنا هنا بعمل introduction للtopic بتاعي. I'm writing to you in reference to كذا أو regarding، زي المثال اللي تحت ده I am writing to you to ask if you would be interested in attending، واكتب الموضوع. أو شوية كمان ممكن أقول له this to inform you that، this to inform you that، مثلا بعلمك كذا أو بخبرك كذا أو بفيدك بكذا. أو just، طبعا شوية غير رسمي، ما أقوله just to let you know، just to let you know، مثلا بفيدك أو بعلمك بكذا. ممكن كمان غير رسمية أكتر، كمان بقوله good news أو bad news، وأقول له الموضوع زي ما تحت كده أنا كاتب this is to inform you that we will transfer the total amount by next week. أنا بقول له إن ده بعلمك إن إحنا، أو بفيدك إن إحنا هنحول الأماونت مثلا الأسبوع الجاي. أو طبعا ده بيبقى حد أنا يعني خلاص متكلم معاه كتير، أنا يعني بقى في بينه وبينه معرفة كبيرة، فشوية مبيبقاش الموضوع فورمال. وكمان عشان السرعة والوقت just to let you know I'm leaving tomorrow، برضو ده بعلمك إن أنا ماشي بكرة. كمان بقول good news I've just got promoted، بكلم واحد صاحبك اه والله في أخبار حلوة أنا اترقيت، promoted، اترقيت. فأنا إزاي قدمت المعلومة أو موضوع الإيميل. طيب لو انا مثلا في ايميل سابق او في اجتماع سابق او في مناقشة سابقة وانا بشير لها في الايميل بتاعي، يعني كان في اجتماع او في ديسكشن او في ايميل قبل كده وانا بشير له يعني في الايميل بتاعي، بعمل له اشارة. او as we discussed او as discussed اللي اتكلمنا فيه قبل كده، اللي اتناقشنا فيه قبل كده. ممكن احدد الوقت كمان، اقول this morning، الصبح، yesterday امبارح، او as a meeting في الاجتماع. فاقول له as we discussed او as discussed اللي اتناقشنا فيه، واكتبه. او لو انا بعمل له follow up، follow up يعني متابعه، to follow up on our meeting او our discussion، بتابعت مثلا الاجتماع بتاعنا او متابعه للمناقشه بتاعتنا، واكتب الموضوع. او regarding او in regards to، بخصوص الموضوع ده لو انا بتابع حوالين ايميل او موضوع سابق قبل كده. اوكي طيب نيجي هنا بقى asking او requesting، انا بطلب حاجة.
اوكي بعمل طلب مثلا عايز يؤكد لي حاجه، فاقول could you confirm، confirm يؤكد، could you confirm ممكن تاكد لي اذا او when او how او who، طبعا طبقا اللي انا هطلبه. فبس الاساسي طبعا انا بكتب لك الكي بتاع الجمله وانت بتكمل تبع الموضوع بتاعك، يعني اقول could you confirm ممكن تاكد لي اذا او اتى او ازاي او مين، وتكتب السؤال بتاعك. او اقول I'd like to know، انا حابب اعرف، I'd like to know، I would like to know، حابب ان انا اعرف كمان السؤال. او could you let me know، could you let me know ممكن تعرفني. انا بطلب تفاصيل، او do you have any details، do you have any details، عندك اي details او update او updates on كذا. او مثلا او could you give me a quote، عرض سعر او estimate، تقييم لموضوع معين. مثال للكلام ده I'd like to know، انا حابب اعرف when the meeting ends، الاجتماع هيخلص امتى. I'd like to know when the meeting ends. I'd like to know، ممكن اقول if you arrive، if you arrive by any time. اوكي يبقى انا هكتب الكي بتاعتك دي، وانت الباقي بقى النقط ده اللي انت المفروض تكتبه، ده الموضوع بتاعك انت بتتكلم عليه. الرسمية هنا اللي هو could you confirm، دي شوية كويس. اوكي طيب لو انا في الايميل بتاعي بشكره على حاجة، بعمل thanks أو thanking، اقول له مثلا لو انت طالب منه معلومة وهو رجع لك بالمعلومة ديت، يعني ده في الترتيب كده يبقى مثلا الايميل التالت، يعني انت طلبت معلومة وهو رد عليك بيها، فطبعا هتقول له ايه thanks for getting back to me، thanks for getting back to me، يعني شكرا ان انت رجعت لي بالمعلومه او رديت علي بالمعلومه اللي انا طلبتها، يبقى thanks for getting back to me، او thanks for getting back to me، thanks for the information، شكرا على المعلومه، او thanks for the update، شكرا ان انت عملت لي update بالحاجات الجديده او المعلومات الجديده او المعلومه اللي انت بعتها لي ديت. طيب لو راجل بيتابع معايا وعمل لي متابعه، فاقول له thanks for the following up on كذا او with كذا، زي ما تقول كده مثلا thanks for following up with accounting department، شكرا انك تابعت لي مع قسم المحاسبه، thanks for the following up with accounting department، او اقول thanks for the following up on our contractor، واكمل جملتي عادي برضه هنا المفروض في نقط. اوكي بشكره على مساعده، اقول thanks for your help with، شكرا انك ساعدتني في الموضوع ده. طيب انا واحد طلبت منه معلومه ومعلومه دي طلب بحث ومش عارف، يعني طلبت منه مثلا رقم في حاجه او كده وهو استغرق وقت في البحث، فانا اقول له thanks for looking into، thanks for looking into this او that، ده بشكرك على ان بحثت لي في المعلومه. مثلا thanks for your work on the project، مشروع. كان في مصطلح حلو قوي بس ده طبعا فريندلي خالص، اللي هو thanks for the heads up، thanks for the heads up، اللي هو اقول له شكرا على مثلا ان انت نبهتني الحاجه، او thanks للابديت بتاعك، بس دي قلنا فريندلي جدا يعني thanks for the heads up وحلوه يعني thanks for the heads up، بس طبعا مع صاحبك او حد بتعرفه كويس. طيب لو انا مثلا بختم واحد كان طلب مني حاجه في الايميل وانا برد عليه، ففي الختام لازم اقول له I'll get back to you، مش شرط في الختام كمان بس لازم ان اذكر كده في الايميل بتاعي I'll get back to you، انا هرجع لك، يعني هجيب لك اللي انت عايزه او المعلومه اللي انت طالبها او الرد اللي انت طالبه هجهزه وابعته لك as soon as I can، as soon as I can يعني في اقرب وقت، او اقرب وقت I'll get back to you، هرجع لك في اقرب وقت as soon as I can، I'll let you know، هعلمك، I'll let you know، I'll keep you posted، I'll keep you posted، برضو كل ده نفس برد عليه إذا هو طلب مني معلومة. أو لو أنا بقى اللي طالب منه في آخر من برضه هقول له please let me know، يعني فيدني بالموضوع ده، عرفني، keep me posted، خليني كده على طول معاك، يعني خليك معايا على الخط، اديني بالإفادة بتاعتك. أوكي طيب بقى في الآخر أنا طالب منه حاجة وبعدين عايز إيه، يعني ها إن هو يبقى أعرفه إن بعرفه إن أنا إيه مستنيه، فأقول له I look forward to hearing from you shortly، I look forward to hearing from you shortly، أو I'm looking forward to hearing from you، I'm looking forward to hearing from you، أنا مستنيك، يعني إيه بانتظار ردك. أو طبعا الاثنين صح، إن أنا أقول له I look forward to hearing from you أو I'm looking forward to hearing from you، المهم إن بعد forward to أحط له ing، I'm looking forward to أو I look forward to، انا مستني اجتماع طلبت منه اجتماع معاه، فاقول له I'm looking forward to meeting you،
I'm looking forward to meeting you. أو forward to your reply. أنا بانتظار الريبلاي بتاعتك. طبعا آخر الإيميل أحط حاجة من ديت sincerely. Sincerely دي طبعا official أوي، حاجة يعني formal. Best regards، ممكن أحط أنا best regards أو all the best، بعد كده أكتب الاسم يون اسمك أتوقع بيه. طيب ده أهم جزء في الموضوع، اللي بعرفك الاكسبريشنز اللي انت ممكن تستخدمها بتفيدك، يعني بتبقى مظبوطه بتظبط معاك الايميل كمان. مثلا لو انا برفق حاجه اتاتشمنت، فاقول له كاندل فاند اتاتشد، واحط له مثلا اللي انا عامل له المرفق ده ايه، يعني اقول له مثلا بي دي اف فوتوز مثلا ماي رسمي. اوكي زي هنا كان فند اتاتش ماي ريزومي. يبقى هنا كمان لو انا عندي بيانات تحت، يعني ساعات انت بتاخد حاجه كوبي بيست وتحطها في الايميل، فتقول له مثلا بليز سي ذا انفورميشن بلو ريجاردينج كذا، بليز سي ذا انفورميشن بلو ريجاردينج، شوف المعلومه اللي تحت دي بخصوص كذا. او مثلا اقول له بليز سي ذا لينكس، اوكي ذا فولوينج لينكس، لو انا حاطط له روابط محتاج ان هو يدخل عليها لينكس لينكس، اقول له سي ذا فولوينج لينكس. اوكي يبقى انا بالنسبه للمرفقات، او لو انا حاطط حاجه تحت فبقول له عليها. بعمل فورورد، فبقول له كمان لازم اي هاف فورورد كذا تو يو، اي هاف فورورد على ايميل تو يو، اي هاف فورورد على ريزومي تو مي، او على مثلا فايل او كوتيشن اي حاجه، انا اقول له اي هاف فورورد كذا to you. اوكي انا بعمل الفورورد. هنا CC اللي هي الكربون كوبي، اللي هي النسخه الكربونيه CC كربون كوبي، دي معروفه طبعا. بس لازم تذكر له مثلا لو انت عامل، لو انت تبعت لحد ايميل وفي نفس الوقت في زميل ليك او زميل لي وعامل له نسخه من الايميل بحيث ان الايميل يوصل له كمان، فتقول له I have CC'd. I have CC'd. I have copied. على this email copied، يعني عملت له نسخة. لا بص السي سي ما هو مش فيرب، بس بقى هعمله معاملة الفيرب وان هو سي سي كمان فعل منتظم regular verb، واقول له have سي سي Alice on this email. خلي بالك on this email، خلي بالك this email، يبقى I have سي سي Alice on this email. كمان لو انا عرض عليه حاجة او شرح حاجة، فبقول له ايه لو انت عندك مثلا اي if you have any questions، لو انت عندك اي استفسار please don't hesitate to contact me. If you have any questions please don't hesitate to contact me. ما تترددش ان انت تتصل بيا او تسالني، يعني خلاص ببعت له الايميل واديك له عرض وكل حاجه، وفي الاخر اقول لو انت عندك اي استفسار ما تترددش اتصل بيا وكلمني. خلاص يبقى اول حاجه انا لو انا بعمل مرفقات هقول له، لو انا كاتب حاجات تحت وهشير ليها لينكات او معلومات، لو انا بعمل اعاده توجيه للايميل اكتب له الجمله ديت واقول له انا عامل لك كذا. بعمل نسخه كربونيه سي سي، هقول له انا عملت نسخه كربونيه سي سي حد هنا في الايميل ده، اذا عندك استفسار ما تترددش اتصل بيا. طيب دي كمان اكسبريشنز كويسه، اقول له مثلا لو انا عايزه يعمل حاجه بس مش هقول بقى as soon as possible، يعني في اسرع وقت وانجز وكده، ممكن اقول له can you please do this at your earliest convenience، اعمل ده في اقرب وقت ممكن لو سمحت please. خلي بالك ان دي فيها formal شويه، حاجه formal يعني please let me know if that works for you. لو انا مثلا قلت له على ميعاد او اقترحت عليه حاجه واقول له مناسب ليك، يعني ده مناسب please let me know if that works for you، مناسب ليك for you. او اقول له any assistance، هنا بقى لو انا طالب منه مساعده بس بطريقه هاده لانه الراجل ممكن مشغول او ان هو مثلا في بوزيشن اعلى، فاقول له any assistance you could give me in this matter would be greatly appreciated، يعني هقدرها جدا وتبقى مشكور قوي لو عملت لي الموضوع ده وساعدتني فيه. لو انا بعتذر كمان اذا كنت ابروشايز فور لك اي ازعاج معلش سامحني. Thank you so much for your patience while we sort this thing out. إذا طبعا ده client بالذات، يعني client طلب منك حاجة وأنت تأخرت عليه شوية عم رديت عليه أو كده، فأقول له معلش إن أنت كنت منتظر معانا وكنت صابر لحد ما خلصنا الموضوع. أوكي okay.
شوية حاجات كده، مثلا حاجة بسيطة خالص، لما أقول لك بقارن الانفورمال المفروض مع بعض هنا، أو الفورمال كان مكتوبة شوية كان يو كذا، ده طبعا مش فورمال خالص، كان يو هو يمشي إذا أنا مثلا اللي ببعت له ده رسلته كذا مرة وصارت بيننا وبين بعض مبادلات يعني مراسلات كتير، فعادي. بس الأفضل إن أنا أقول I was wondering if you could، لو أنت تقدر، يعني نفس المعنى بس ده شوية فيها يعني شوية مستوى ذوق شوية، ودي شوية friendly. طيب لو أنا مثلا كان عندي ميعاد أو طلب مني ميعاد من قبل وأنا مش فاضي، في برضو مستويين، لو المستوى فورمال أو مستوى مش فورمال، فورمال، فأقول له sorry I can't meet you، مش هقدر أقابلك، I'm busy that day، هكون مشغول في الوقت ده. ده مش فورمال غير رسمي، لو رسمي هقول له I'm afraid I'll not be available، I'll not be available to make it the day، I'll not be available، مش هبقى متاح أو مش هبقى فاضي في الوقت ده، I'm afraid I'll not be available. اوكي، واعتقد كده خلصنا، اتمنى تكونوا استفدتوا ان شاء الله، شكرا جزيلا.